السلام عليكم ورحمة الله. معكم دكتور عبد الرحمن. التواصل واتساب 0533265539. هنبدأ في المحاضرة 14 Lecture 14 Bioenergetics 2. احنا درسنا في 13 Bioenergetics 2 1. هناخد هنا Bioenergetics 2 اللي هو High Energy Molecule. الموليكولز اللي بيكون فيها طاقة عالية ATP the energy currency of the cell, يعني صورة الطاقة في الخلية اللي هو الATP اللي هو أدينوسين تراي فوسفيت، اسمه أدينوسين تراي فوسفيت وهناخده بالتفصيل دلوقتي. Free energy is obtained from catabolism of nutrients and the energy is stored in the form of ATP. يعني ايه الكلام ده؟ عملية الكاتابوليزم، احنا عندنا نوعين من الميتابوليك رياكشن، كاتابوليزم وانابوليزم. كاتابوليزم بتديني طاقة، تمام؟ كاتابوليزم بتديني طاقة، هي دي. كاتابوليزم اوف نيوترينتس، عملية تكسير النيوترينتس، إذا كانت كربوهيدرات أو بروتينز أو نيوكليك أسيد أو ليبيدز، تمام؟ دي بتديني طاقة. يعني انا سي مثلا لو انا جيت عملت الجلوكوز، جلوكوز ده نيوترينتس، عملت له كاتابوليزم. كاتابوليزم، كاتابوليزم يعني تكسير، عملت له عمليه تكسير، هيديني طاقه في صوره اي تي بي، هيديني طاقه في صوره اي تي بي، تمام. النوع الثاني عكسه، يعني احنا قلنا في نوعين من التفاعلات الايضيه اللي هي ميتابوليك رياكشن، ده الاولاني. النوع الثاني اسمه انابوليزم، انابوليزم يعني بناء مش تكسير، وده العكس بقى، بيحتاج طاقه، بيحتاج طاقه لا يطلق طاقه، بيحتاج اي تي بي اللي احنا قلنا صوره الطاقه في الخليه. اي تي بي از ميجور فوسفيت دونر، يعني هو بيدي الفوسفيت اللي هي البي، تمام، ان فوسفيت استر فورميشن، ان فوسفيت استر فورميشن، اوكي. طيب اي تي بي دونيتس سام اوف اتس كيميكال انرجي تو اندرجينيك بروسيس، يعني الاي تي بي ده بيدي جزء من الطاقه الكيميائيه المخزنه جواه للعمليات اللي بتحتاج طاقه، تمام. ادي الادينوسين ترايفوسفيت الاول، تمام، بيتكون من الادينين وسكر خماسي، تمام، ماشي، وثلاثه فوسفيت، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ثلاثه فوسفيت جروب، علشان كده بسميه ادينوسين ترايفوسفيت. الاثنين دول مع بعض، الادينين والسكر الخماسي، بقول عليهم ادينوسين، تمام، وادي الثلاثة فوسفيت، يبقى اقول ادينوسين تراي فوسفيت. طيب لو كانوا اثنين بس، لو انا خدت منه واحدة، يعني ايه؟ يعني اطلق طاقة، هيبقى ادينوسين داي فوسفيت. لو رجعت خدت منه كمان واحدة، هيبقى ادينوسين مونو فوسفيت، يعني في واحدة فوسفيت فقط، في واحدة فوسفيت فقط اللي هو ده، ادينوسين مونو فوسفيت، تمام. طيب التفاعلات، الادينوسين الاي تي بي ده بيدي طاقه للتفاعلات اللي بتحتاج طاقه، زي السينثيسيس اوف لارج موليكيول فروم سمول بريكارسر. يعني مثلا سي انا عايز اكون بروتين من اجزاء صغيره، هحتاج طاقه اخدها من الاي تي بي، الاجزاء الصغيره بتاعت البروتين اللي هي الامينو اسيد، ده رقم واحد. يبقى تفاعلات التكوين بتحتاج طاقه، لان تفاعلات التكوين هي من ضمن انواع التفاعلات اللي هي الاندرجينيك. الاندرجينيك يعني تيك انرجي اور يوز انرجي. ثاني تفاعل ترانسبورت اوف سبستانس اكروس ممبرين اجينست ذا كونسنتريشن جراديانت. طبعا لو انا جيت دلوقتي نقلت ماده خلال الجدار الخلوي، اجينست يعني ضد الايه؟ ضد ايه التركيز؟ يعني مثلا عندي ده السيل ممبرين، وعندي ماده هنا مثلا التركيز بتاعها ده، ومادة جوه، ونفس المادة جوه بس تركيزها أكتر، يبقى أنا هنقل من low concentration إلى high concentration، تمام، يعني ضد
ضد مسار التركيز، علشان انقل من بره لجوه لازم احتاج طاقه اي تي بي، لان ده اجينست كونسنتريشن جراديانت، يعني من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، فبالتالي بحتاج اي تي بي. يبقى الحاجتين اللي بحتاج فيهم اي تي بي ان انا ابني مركبات كبيره من جزيئات صغيره، او انقل مركبات من تركيز منخفض الى تركيز عالي اللي بسميه اجينست كونسنتريشن جراديانت، اوكي، او الميكانيكال موشن، الحركه بتحتاج اي تي بي. فوسفورايل ترانسفير فروم اي تي بي، يعني ايه الكلام ده؟ اي تي بي از فريكوينتلي ذا دونر اوف فوسفيت، هو بيعطي الفوسفيت ان ذا بايوسينثيسيس اوف فوسفيت استر، تمام، في عمليه تكوين مين؟ الفوسفيت استر. ادي الادينين وادي الريبوز، قلنا الادينين وادي الريبوز السكر خماسي، وادي الثلاثه ايه؟ الثلاثه فوسفيت جروب، تمام، الثلاثه فوسفيت ايه؟ جروب، ماشي. هنا سي مثلا عندي ده الجلوكوز، الجلوكوز بيبقى عباره عن سايد تشين مرتبط بيها او اتش، في هنا اثنين الكترون لان الاكسجين عليه ايه؟ عليه زوج من الالكترونات الحره، تمام، بيدخلوا على طبعا ديت البي او 4 اللي هي واحده فوسفيت، يعني بي او 4 سالب، بي او 4، تمام، بيدخل هنا التو الكترونز، تمام، ماشي، فبي ايه؟ بيكسروا لي مين الرابطه ديت؟ بيكسروا لي مين الرابطه؟ فبتنفصل واحده فوسفيت، تمام، تفصل واحده فوسفيت وتلزق في الار، في الار، يبقى تحول الى بدل ما هو ادينوسين، ما هو الاثنين دول مع بعض اسموهم ادينوسين تراي فوسفيت، هيبقى ادينوسين داي فوسفيت اللي هي الاي دي بي، اللي هي الاي دي بي، خلاص. يبقى ده اسمه فوسفيت دونر، يعني عطى الفوسفيت الاي تي بي، عطى الفوسفيت بتاعته، تمام، للجلوكوز. يبقى ده جلوكوز فوسفيت، جلوكوز 1 فوسفيت، جلوكوز 6 فوسفيت، زي ما هنشوف بعد كده. طيب اي تي بي از انرجي كارير، الاي تي بي ده بيحمل الطاقه، ادينوسين تراي فوسفيت بيحمل الطاقه. رياكشن ذات هاف لارج بوزيتيف دلتا جي، احنا قلنا اللارج بوزيتيف دلتا جي، تمام، اللي هي اندروجينيك رياكشن، اما تكون الدلتا جي خدناها في محاضره 13، قلنا الدلتا جي اللي هي الاندروجينيك رياكشن اللي هي بتاخد طاقه، لما تكون بوزيتيف يبقى بتاخد طاقه، لما الدلتا جي تكون نيجاتيف بتطلق طاقه، زي مثلا موفينج ايونز اجينست كونسنتريشن جريدينت، تمام، دي تفاعلات الدلتا جي بتاعتها بوزيتيف لانها بتحتاج طاقه، ان انا مثلا لما انقل الايونات ضد التركيز، يعني سي مثلا عندي ايونات الصوديوم، هنا ده السيل ممبرين وده الصوديوم، هنا ان اي بلس، هنا ان اي بلس، تمام، وجوه ان اي بلس، ان اي بلس، ان اي بلس، عايز انقله من بره لجوه، تمام، يبقى من لو لهاي يبقى بيحتاج طاقه، يبقى الدلتا جي هنا بوزيتيف، تمام، اكروس السيل ممبرين ار ميد possible by coupling the endogenic movement of ions with a second spontaneous process with a large negative energy such as hydrolysis. طيب ديت ايه؟ دي positive لان انا هنقل من low لهاي، لازم يعني ايه؟ يعني endogenic لازم يحصل مع exergenic اللي هو ايه؟ اللي هو الـ ATP، الـ ATP، تمام، ينكسر ويدينا ADP ادينوسين دايفوسفيت زائد B، يبقى كده عطى طاقه، ده اكسيرجينيك، يبقى هنا الدلتا جي بتاعت التفاعل ده نيجاتيف، والدلتا جي بتاعت التفاعل اللي انا بنقل الصوديوم من اللو كونسنتريشن لهاي كونسنتريشن بوزيتيف، دلتا جي هنا بوزيتيف. طالما حصل معاها النيجاتيف اللي هو استخراج الطاقه، يبقى خلاص الصوديوم يدخل من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، يبقى لازم يحصل الاثنين مع بعض، اندروجينيك مع اكزيرجينيك، اندروجينيك اللي هو دخول الصوديوم من تركيز منخفض لتركيز عالي، واكزيرجينيك اللي هو تكسير الاي تي بي علشان يديني طاقه واي دي بي.
فبالتالي هنا بيحصل كابلينج. ايوه اللي اخذناه في محاضره 13، كابلينج اللي هو الاندرجينيك مع الاكزرجينيك. طب اي تي بي از انرجي، نزلنا تحت نفس العنوان. رياكشن ار كابلد ثرو كومن انترميديت. الرياكشن بيكابلد بيزدوجوا وبيكونوا لي انترميديتس، يعني مركبات انتقاليه. يعني ايه؟ بتتحول الى مركبات اخرى. Two chemical reactions have a common intermediate when they occur sequentially so that. يعني في عندنا، لو عندنا تفاعلين لو بيحصلوا ورا بعض هيكون فيهم مراحل انتقاليه intermediate. So the product of the first reaction is the substrate of the second reaction. ده خدناه. تمام؟ يعني هنا C مثلا. A زائد B ادانا C زائد D. خدت D product من الفيرست رياكشن، عملته ماده متفاعله لمين؟ للسكند رياكشن، يبقى الدي هنا هسميها انترميديت. الدي هنا هتسمى ايه؟ انترميديت. اوكي؟ وممكن تشتغل ك كارير اوف كيميكال انرجي، يعني بتحمل الطاقه الكيميائيه ما بين التفاعلين. تمام؟ بتحمل الطاقه الكيميائيه ما بين التفاعلين. يبقى اذا كانت اي ماده اتوجدت في تفاعل كناتج وتوجدت في تفاعل تاني كمتفاعل، اقول على الماده ديت انترميديت زي الدي. هنا ناتج في التفاعل الاول وماده متفاعله في التفاعل الثاني، يبقى اقول الدي انترميديت، ممكن تحمل طاقه كيميائيه. ميني كابلد رياكشن، معظم الكابلد رياكشن بتستخدم اي تي بي، يعني محتاج ايه؟ طاقه علشان تنتج لي الانترميديت. سام رياكشن انفولف كليفج اوف اي تي بي اند سام ساينتيسز اوف اي تي بي. Synthesis ATP. يعني ايه الكلام ده؟ في بعض التفاعلات بتكسر لي الاي تي بي. انهي تفاعلات اللي هتكسر الاي تي بي؟ اللي هي بتحتاج طاقه، يعني الاندروجينيك ولا الاكزوجينيك؟ ممتاز، الاندروجينيك. تمام؟ يبقى ديت كليفج اي تي بي، يبقى التفاعلات اللي بتحتاج طاقه اللي هي الاندروجينيك. بتحتاج طاقه، لكن التفاعلات اللي بتكون اي تي بي يعني بتطلق طاقه اللي هي الاكزوجينيك. طيب خلينا نكمل. A practical example، هيديني مثال عملي على اللي احنا خدناه. الجلوكوز زائد الفوسفيت هيديني جلوكوز 6 فوسفيت زائد ميه. طب الدلتا جي نوت هنا او الستاندرد فري انرجي اللي احنا خدناها بوزيتيف هي اللي هي 13.8 كيلو جول على مول. اندر ستاندرد كونديشن ذا رياكشن ويل نوت بروسيد سبونتينيوسلي، يعني تحت الظروف القياسيه التفاعل ده مش هيمشي ناحيه الامام، مش هيمشي ناحيه مين؟ الامام. طيب علشان اخليه يمشي ناحيه الامام ويكون سبونتينيوس لازم يحصل، اديله طاقه، اديله طاقه، لازم يحصل هيدروليسيز للاي تي بي علشان يديني الاي دي بي زائد بي از فيري اكزوجينيك. يبقى اجمع الاثنين مع بعض، اجمع ده مع التفاعل اللي هيديني طاقه. تمام ماشي. يبقى هنا اي تي بي زائد ايه؟ ميه، اعمل له هيدروليسيز عشان اكسره يديني اي دي بي. تمام زائد بي. الدلتا جي هنا ايه؟ نيجاتيف، لان ايه؟ دلتا جي نود نيجاتيف لان ده طلع طاقه. تمام ماشي. فبالتالي التفاعلين دول اقول عليهم سيكوينشوال رياكشن، تفاعلين متتابعين، يعني ما يحصلش، يعني التفاعل الاولاني ما يحصلش بدون الثاني. واضح؟ يبقى لما انا ادخل معاه ده يصبح سبونتينيوس رياكشن. يبقى علشان الجلوكوز يدخل عليه الفوسفيت ويتحول لجلوكوز 6 فوسفيت لازم اي تي بي ينكسر ويديني اي دي بي زائد بي. كده التفاعل يكون ايه؟ سبونتينيوس، يمشي ناحيه الايه؟ الامام. يبقى هنا هجمع الاثنين اهو، خليك معايا، هجمع الاثنين. تمام؟ جلوكوز زائد فوسفيت يدينا جلوكوز 6 فوسفيت. اي تي بي زائد اتش 2 او هيدينا اي دي بي زائد بي. ممتاز. جمع الاثنين يبقى اي تي بي. تمام؟ طبعا انت هتضيع ايه؟ دايما كده لما تيجي تجمع تفاعلين، لو اتنين متشابهين، واحده في المتفاعلات واحده في النواتج، ينكنسلوا مع بعض، يعني يكنسل ال H2O مع ال H2O هنا، لان واحده متفاعلات واحده نواتج، برضو الفوسفيت هنا واحده متفاعلات واحده نواتج، هكنسلهم مع بعض،
يبقى تفضل لي هنا في المتفاعلات جلوكوز زائد اي تي بي، وتفضل لي في النواتج جلوكوز 6 فوسفيد زائد اي دي بي، كده التفاعل. وبعد كده اعمل ايه؟ اجمع الطاقه اللي هي 13.8 بتاعت الاولاد زائد ناقص 30.5، يطلع الناتج كام؟ سالب 16.7. طبعا هنا الدلتا جي نوت هنا ايه؟ سالب، يبقى التفاعل يمشي فورورد، يبقى يكون اكزيرجينيك زي ما خدنا في محاضره 13. تمام. طيب فهنا الدلتا جي هنا كابلت، زي ما خدنا برضه في محاضره 13 اديتيف، يعني بضيف الاول والثاني. This strategy work only if compounds such as ATP are continuously available. تمشي لو كانت الـ ATP متاحة، يعني لو في طاقة. لو ما فيش طاقة مش هيحصل الكلام ده، تمام؟ لأن ما فيش ATP. Why hydrolysis of ATP is highly favorable under standard condition. ليه إن أنا بعمل hydrolysis للـ ATP؟ علشان أطلع منه طاقة وأحوله إلى ATP. عملية مفضلة تحت الظروف القياسية. بص معايا هنا، المية H2O، H2O قلنا الO عليها زوج من الإلكترونات الحرة، تمام؟ ماشي، تدخل تهاجم ينكسر إيه الرابطة ديت، واضح؟ ماشي، يبقى إيه؟ اتفضل هنا إيه؟ ها؟ OH، تمام؟ يركب في الفوسفيتة دي، واضح؟ ده الأدينوسين تراي فوسفيت. طيب يجي بعد كده hydrolysis with relief of charge repulsion. هنا هيحصل charge repulsion اللي هي تنافر ما بين الإشارات، تنافر ما بين إيه؟ الإشارات، لأن دي سالب، هنا سالب سالب سالب، فبالتالي بتكون بالشكل ده، والO ديت والH بلس لوحدها، تمام؟ يحصل هنا إيه؟ تجذب الإيه؟ السالب تجذب الموجب، تمام؟ فيديني أدينوسين داي فوسفيت. طيب ionization بالايونيزيشن، تمام ماشي، اللي هو عمليه التأيون، يبقى اديني اتش بلس زائد بي او 4 سالب، بي او 4 سالب، ودول زي ما هم، ده عمليه الايونيزيشن، تمام ماشي. ديت ايه؟ ديت عمليه الهيدروليسيس بتاعه الاي تي بي علشان يديني اي دي بي. ازاي بتحصل الميكانيزم بتاعها؟ ما زلنا تحت نفس العنوان، تمام، برضو هنا عندي نفس القصة. First product B is rapidly stabilized by formation of resonance hybrid. ده الفيرست برودكت B، تمام، نفس القصة كده، طبعا هو نفس الموضوع، نفس اللي فوق بالظبط، تمام. هنا طبعا الخطوة الأولانية ATP has four negatively charged phosphate is closed approximately، طبعا four، تمام، ال ATP في four negatively charged، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام، بيكونوا كلوز. هيدروليسيس ويل سيبريت تشارجز اند ليف الكتروستاتيك ريبالشن. الهيدروليسيس هتبدا ايه؟ تفصل مين التشارجز اللي موجوده دي، ادي 1 2 3 4، هتبدا لما يحصل هيدروليسيس هفصل الاربع شحنات السالبه دول، فبالتالي هيحصل ايه؟ تنافر، تمام. رقم 2، فيرست برودكت بي is rapidly stabilized by formation of a resonance hybrid. ده الفيرست برودكت بي هيحصل له resonance hybrid، يعني تهجين، اوكي، have more than one structure to separate the charges. هيبدا ال charges يحصل لها separation. second product ADB immediately ionize، اهو ال ADB اللي هو ده هيتأين، البوزيتيف لوحده ال H وكل النيجاتيف لوحده، تمام. Water bend more effectively to B and ADB than ATP. Therefore, they are more stable than ATP. يعني المية بترتبط مع ال B وال ADB عن مين؟ عن ال ATP. فبالتالي هيكون أكثر ثباتا من ال ATP. يعني التفاعل مش هيرجع تاني. Several phosphorylated compounds have large delta G node for hydrolysis. يعني معظم الكومباوند اللي فيها فوسفيت بيكون عندها الدلتا جي نود بتاعتها الستاندرد فري انرجي عاليه، فبالتالي بيحصل لها هيدروليسيس، تمام، زي الفوسفوينو البيروفيت. التفاعل ده المركب ده اسمه فوسفوينو البيروفيت، فوسفوينو البيروفيت
ادخل عليها هيدروليسيس. طبعا ليه هنا؟ لانه في فوسفات، في فوسفات يعني في ايه؟ بي او 4، في بي او 4 يعني في ايه؟ بي او 4 دي يعني في هاي انرجي، يبقى اعمل له هيدروليسيس. هيدروليسيس يعني هطير منه ايه؟ البي، تطلع منه البي. طبعا البي او 4 بختصرها ببي اي بس، تمام؟ لما طلع منه البي اتحول لبيروفيت اللي هو الانول فورم، تمام؟ اللي هو يحصل له يتحول لكيتو فورم. كيتو فورم يعني ايه؟ يعني الـ هنا الـ دي بتنتقل هنا، يعني الدبل بوند دي بتنتقل هنا، واضح؟ فده اسمه بيروفيت اللي هو الكيتو فورم. ودي طبعا طلع دلتا جينو، ده اهي كبيره السالب. يعني ايه؟ يعني اكزوجينيك رياكشن وفورورد رياكشن. ده اكزامبل على ايه؟ المركبات اللي فيها فوسفيت بيكون فيها طاقه عاليه، فممكن اعمل لها هيدروليسيس علشان اطلع منها الطاقه العاليه دي، هيدروليسيس علشان افصل منها الفوسفيت جروب. لما يطلع منها الفوسفيت جروب تديني طاقه عاليه. برضو ما زلنا تحت نفس العنوان، واحد وثلاثة باي فوسفوجليسريد، تمام؟ ده على ذرة الكربون رقم واحد في فوسفو، وعلى ذرة الكربون رقم ثلاثة في فوسفو، علشان كده سميته واحد وثلاثة باي. باي لإيه؟ يعني اثنين، اثنين فوسفات فوسفو جليسريد. برضو نفس القصة، هعمل هيدروليس علشان أطلع منه إيه؟ أطلع منه الفوسفات. أطلع الأول الفوسفات اللي موجود على ذرة الكربون رقم واحد، يديني ثلاثة فوسفو جليسريك أسيد. بعد كده اعمل ايونيزيشن، ايونيزيشن يعني اطلع الاتش بلس، تمام؟ دي اطلع الاتش بلس، يبقى تكون لي هنا ايه؟ هايبريد اللي هو ريزونانس ستابلايزيشن ما بين الاو دي والاو دي اللي هي 3 فوسفوجليسرين، تمام؟ بعد كده يديني كميه طاقه عاليه جدا نتيجه خروج الفوسفيت جروب. برضو فوسفوكرياتين، ده اسمه فوسفوكرياتين، برضو هايلي فوسفوريليتد لان عليه فوسفات، ادخلت عليه ميه يعني اعمل له هيدروليسيس، يعني هطلع منه الفوسفات جروب دي، تمام؟ اما طلعت منه الفوسفات جروب اتحول الى كرياتين، تمام؟ يحصل ريزونانس، تمام؟ هنا بتنشال البوزيتيف ديت، ادي البوزيتيف وهنا بوزيتيف، يعني ايه؟ يعني الدبل بوند تتارجح ما بين ايه؟ ما بين هنا وهنا، ده اسمه الريزونانس، تمام؟ يطلع لي كميه طاقه عاليه نتيجه برضه خروج الفوسفات. طيب نكمل الجزء ده في الجزء الثاني.